دعما للمرأة اللبنانية ولتعزيز قدراتها التنافسية في الأحداث الرياضية المحلية والخارجية، وبمشاركة 2000 عداء وعداء من لبنان ومختلف الجنسيات العربية والأجنبية، أقيم ماراثون بيروت الدولي لسباق السيدات. أوجدنا هذا السباق وقلنا هذا السباق هو بشهر المرأة، وبنفس الوقت من خلاله نحن منضوي على قضايا المرأة ومنقول إنه المرأة والمرأة والمرأة حقها بالمجتمع يكون طريقة قرارة وتكون كل المجتمع داعم لإلها. كل مرة لازم تلحق شو هي بتحب وتعمل شو هي بقلبها بيقلها تعمله، وما تخاف تعمل اللي بدها اياه. نحن خصوصا بالمجتمع تبعنا بالنسبة لهم دائما إنه هيك قصص اكستريم سبورتس وهيك رجال بس فيهم يعملون، بس إنه نحن هون موجودين 2000 مرة كرمال نبرهن هالشيء إنه مش مظبوط. أنا قراري خدته سواء الطقس أو الظروف اللي عم نعيشها بدي شارك بهيدا اليوم، لأنه صحتنا أهم من الأشياء اللي عم نعيشها. المرأة هي كل المجتمع مش نص المجتمع، هي الأم والأخت والشريكة والبنت والعديقة، والمرأة بتكمل الرجل والرجل بيكمل المرأة، نحن واحد، وإنما بعدم وجود الرجل نحن بنقدر نكمل. أحلى من هيك اكسبيرينس ما فيه، رغم الشتاء رغم العواصف ما في شيء بيهزيك، وقت يكون انت عندك اراده من جوا يو كان دو ات، المره فيها تعمل كل شيء. المراه تتشارك مع الرجل بناء الاسره والمجتمع، وتقديرا لجهودها في هذا الدور ركض الرجال ايضا تحت عنوان انا معك. اليوم نحن عندنا مشاركه كمان للرجال اللي هالمرة انطلقوا لحالهم، عادة نحن ما منفصل بسباقاتنا، ولكن هالمرة انطلقت المرأة لأنه طريقة قرارة، والرجل رجع انطلق وراها وعم بيقلها أنا معك. بيوم المرأة ما فينا ما نركض، أمي مرأة وأختي ورفيقتي ومرتي وبنتي، فنحن دايما بدنا ندعمهم ونكون حدهم. كل شيء ايفنتس بيتعلق بالمراه، خاصه سبيشلي نحن هلا عم نمرق باوقات يمكن المراه بحاجه لكثير دعم، ونحن اي ايفنتس بكون عم يدعم المراه نحن بنكون من اول المشاركين. انا قاطع بلاد عشان اجي اشارك بهذا اليوم العظيم. المراه احنا من دونها طبعا ولا شيء، هي اساس المجتمع وبنحترم كل امراه، طبعا سيده الكون، والدتي، زوجتي، بنتي، خواتي، وهي المشاركة أكيد راح تكون دعم للمرأة دائما إن شاء الله. في الختام وزعت دروع تقديرية وباقات من الورود للفائزين والفائزات، كما حصل كل مشترك ومشتركة على ميداليات السباق. نسخة جديدة من ماراثون بيروت لسباق السيدات شهدتها الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية، فتحت شعار طريقك قرارك. المرأة كسرت الصورة النمطية ورقدت صونا لحقوقها وقضاياها المتشعبة في الحياة. لصباح الخير يا عراق، منار يونس، بيروت.